فاكر يا كبو الخناقات اللي زعلت منك الناس كلها؟ لا مش فاكره، يا ريت تفكريني انت. ده الراجل اللي عمل لك الاذاعه بتاعتك رحاب اف ام. مين؟ مين؟ قولي لي مين؟ استاذ مصطفى اللي اتخانقت معاه خناقه الرب السما. لا استاذ مصطفى بينه وما بين طبعا الاذاعه مش بتاعتي، هي بتاعت شقيقي مجدي الشعري، عشان بس المعلومه تبقى صح يعني. وكانت اللي هي اللي ماسكالي الست الصحفيه. لا اللي هي كانت مشكله. معلش ايه بقى الحكايه دي؟ هل انت فعلا اتخانقت مع الراجل اللي كان ماسك الاذاعه بتاعتك؟ لا مجدي خلتش يعني اتخانق معايا. كان في اختلاس يعني. مجدي اتخانق معاه وضربه عشان اختلاس فعلاً؟ اختلاس ومش عايزين نتكلم في الحاجات دي يعني. ضربه؟ ها؟ لا ما ضربوش خالص ابدا. وانت ما ضربتوش في بيتك؟ لا انا ماليش دعوه بالموضوع خالص. في الكرسي؟ مين؟ انت؟ عمري ما عملتها والله في حياتي. معقول اعمل كده يعني؟ ده حقيقي ما اقدرش اعمل كده خالص يعني. اللي بعده يعني الموضوع ده يعني طب انت كنت دايما بتقول ان انا ندمان على معارضه القذافي وندمان على معارضته، عشان كده قابلت قريب قذافي في القاهره وبقيته سمنه على عسل ونسيته الماضي وبلاش نتكلم في الماضي. لا هو مش الموضوع والماضي ده كان كله جراح. السياسه ما فيهاش ندم، السياسه فيها يعني. انا بتكلم على نظام سيستم، ده الواقع، ده اللي احنا لازم نتكلم عليه. لكن انا بقى ما ندمت احنا بعيد عن الواقع. الواقع البلاد دي مش ملك حد، البلاد دي ملك الناس هي اللي تختار منه وتعمل فيه. فاللي حصل في ليبيا شيء كارثي، وبلد غنيه جدا وبلد فيها ثروات يعني مش عارف. لكن انا ندمت بقى، ما ندمت الكلام اللي هو بتاع لا مش هو انت مش بتحب بلدك برضو؟ في حد ما بيحبش بلده؟ استني يا عرافه بقى، في حد ما بيحبش بلده؟ في حد ما بيحبش بلده؟ يا عرافه انت زهقتني النهارده. قولي لي بقى استنى عليا بقى شويه كده يا شيخ العرافين. والنبي لا تستني بقى، انا هاخد الاجابه من الاستاذ كابو. زهقتيني. اتفضلي. في حد ما بيحب؟ بصي يعني انا طلعت من هربت من ليبيا سنه 98 سنه 78 هي ما هربتش مني. تصدقي بقى الوطن مهما هربت مني عمر ما يهرب مني. يعني يا حميد اتفضل. الوطن اللي انت بتحبه ده عشان تروح تعمل اغنيه لانتخابات الرئاسه تطلب 400,000 دولار؟ طلبت 1,000,000 دولار مش 400,000. ده الحقيقي. انت مفتري كمان المبلغ كبرته للدرجه دي؟ طلبت 1,000,000 دولار. ايوه ده انت مفتري. ليه تغني لبلدك فتطلب 1,000,000 دولار؟ شفت انت حسبتوها ازاي؟ بنحسبها كده. لا انت بتحسبها ازاي؟ انا بحسبها بجيب الفنانين هنا ويقعدوا اوتيلات وعربيات وياكلوا ويشربوا لمده 45 يوم او شهرين. ما تاخدوش الامور، خلي المشاهد يفهم الموضوع صح يعني. ما انا بحاول يعني حضرتك بحاول يعني أفسر. مثلا مطربه مثلا في بلد معين بتطلع طياره خاصه، فاهم حضرتك؟ تجيبها وتعيش وتغني وتسجل وترجعها تاني، وتروح تاخدها وترجعها تاني فين؟ على الحفله وترجعها تاني. مش كل دي فلوس حضرتك ولا الموضوع متاخد؟ يعني انا مش شايف يعني المواضيع عايز هدوء شويه.